وبركاته. دونك كما شفنا في الشرح التقديم ديال الاكسل، هو الاكسل سي ان لوجيسيال دو تريتمون دو دوني، الدور ديالو الرئيسي هو لوكالكول. دونك غادي نشوفو هاد لوكالكول في كيتشغل. دونك اول حاجه غادي نبداو بها هو لو تي بي ان. دونك لو تي بي واحد هو فيه لا جيستيون ديال دي في. دونك كيفاش نقدر نكريي ولا انسيري دي في، كيفاش نقدر نسوبريميهم نغونوميهم يعني نبدلهم سميتهم، في نفس الوقت كيفاش نقدر نبدلهم الترتيب ديالهم و اللون كل في بواحد اللون. دونك طريقه سهله، غادي نبداو بالتي بي واحد اللي هو جيري لي في دون اكسل. دونك اول حاجه هي اوفرير لوجيسيال ميكروسوفت اكسل. دونك راه ساهل كيما شفنا اكسل، غير كتمشي لا بار دو ريشيرش ديال البوطون دي ماري، كتكتب اكسل وكتكليكي على اكسل. انا بالنسبه لي كيما شفتو قبل في التقديم ديال اكسل عندي ثلاثه ديال لي فيرسيون، غادي نختار لا فيرسيون اللي هي اكسل 2013. دونك هنا غادي نكليكي عليها، غادي تفتح لي هاد لا فونيتر اللي فيها دونك هادي لا فولي غادي تفتح. السؤال الثاني يعني تما انروجيستري لو كلاسور دون لو تابلور سو لو نون ستاتيستيك، يعني ملي غادي نفتح هاد لا في ولا دو كلاسور غادي نعاود نسجلو، غادي نسجلو في لو فيرو ولكن بواحد لو نون اللي هو ستاتيستيك. دونك طريقه سهله، كنمشيو للبوطون فيشي، كنكليك على لو مينو فيشي، من بعد كنكليكي سوا على انروجيستري او لا انروجيستري سو. هنا ما كاين حتى شي فرق بيناتهم، علاش؟ لان هذا الفيشي او هذا الكلاسور راه اول مره غادي نديرو، يعني ما كانش عندي انروجيستري دو بي سي. دونك بحال اللي كليكيت على انروجيستري او لا كليكيت على انروجيستري سو، راه ملي غادي نكليكي على انروجيستري هو اوتوماتيكمون كيعطيني انروجيستري سو. من بعد غادي نكليكي على باركورير وغادي انروجيستري باغ اكزومبل في البيرو لو نون كلاسور او لا ستاتيستيك، اونكليكي على انروجيستري. دونك ملي كليكيت على انروجيستري غادي ندوز للتروازيام كيستيون اللي هو انسيري سات فوي، يعني غادي نزيد سبعة ديال لي فوي. بار ديفو ديكسيل ديال 2013 كيعطيني فوي وحدة، ولكن إذا كنت فاتح 2010 أو 2007 غادي يعطيك ثلاثة ديال لي فوي. دونك أنا عندي فوي وحدة، غادي نزيد ستة ديال لي فوي الأولى الثانية، غادي نكليك على بلوس باش نزيد الثالثة، غادي نزيد نكليك على بلوس باش نزيد الرابعة الخامسة والسادسة، من بعد غادي نزيد سبعة. دونك انا زيد سبعة ديال لي في. بالنسبة للسؤال رقم 4، رونومي لي في كوم دون ليكزامبل اي اجوتي دي كولور سي فوتر فيرسيون اكسل فو لو بيرميت، يعني هاد لي في لي زدتهم غادي نبدل لهم سميتهم، غادي نبدا بديمونش. دونك باش نبدل سميتها في ان نرجع ديمونش، غادي نكليكي على بالبوطون دروا دو لا سوري، ومن بعد كنكليكي على رونومي او لا دوبل كليك على في 1 ونكتب ديمونش. لا ميم شوز بالنسبه للدوزيام في، غادي نكتب فيها شنو كاين تما ساندي. هنا غادي نكتب لاندي، هنا غادي نكتب مارتي، ميركودي، جودي اي فاندردي. دونك هذا بالنسبة باش نبدل لهم سميتهم بطريقة سهلة، سواء دوبل كليك على لا في و كنكليكي على رونوم بوطون دروا و كنكليكي على رونوم. دونك دابا باش نبدل لهم الالوان ديالهم، يعني كل في غادي نبدلها، غادي نلونها بواحد لا كولور. دونك حتى هي طريقة سهلة، بوطون دروا وغادي نمشي نكليك على كولور دونغلي. بالنسبة للويكاند غادي نختار لهم نفس اللون جون، وبالنسبة للأيام الأخرى غادي نعطيهم نفس اللون عاوتاني اللي نختار باغ اكزومبل كولور فيرت. دونك كولور دونغلي ونختار لا كولور فيرت، نقدر نختارهم كاملين مرة واحدة. باش نختارهم كلهم مرة واحدة غادي كنكليك على
la première cellule, la première feuille. Même bête qu'on s'aime la touche contrôle, qu'on clique à la contrôle, qu'on clique à la contrôle, ou qu'on clique à les autres jours, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Même bête qu'on clique à la fihom, le bouton droit de la souris, ou qu'on retire la couleur d'onglet. Même bête qu'on retire la couleur vert. صافي دونك لا كولور راه مبانيش مزيانة غادي نحاول نبدلها جوجل دونك الويكاند لا كولور جون و لي زوطخ جور لا كولور فيرت. غادي ندوزو لتروازيام كيسيون او سانكيام كيسيون اللي هو ديبلاسي الويكاند اون فان دو لين. يعني الويكاند كان عندنا في الديبي ديال لا لين، دابا غادي نديبلاسيه في الاخر ديال لا لين. دونك الطريقه سهله، غير كتكليكي على لو جور اللي بغيتي ديبلاسيه و كتكليسي فيغ مثلا هنا سامدي غادي نجيبها، كتلاحظ واحد الفلاش تما الفوق، تما غادي نزلها قبل مور فوندرودي بنفس الطريقه بالنسبه للديمونش. دونك الطريقه سهله. بالنسبة للسؤال رقم ولا لا كيسيون 6، سوبريمي لي دو جور دو ويكاند. يعني بالنسبة سامدي و ديمونش غادي نسوبريميهم. دونك دائما كنستعمل لو بوطون دروا، كليك دروا سوبريمي. نفس الشيء بالنسبة للديمونش، بوطون دروا سوبريمي. ومن بعد كان انجستري لي موديفيكاسيون لي بارتيسيبيسيون كون انجستري. دونك انجستري في هذه الحاله كاين فرق بين انجستري و انجستري. دونك الا كليكيت على انجستري يعني هاد لي موديفيكاسيون هادو كيت انجستراو في الكلاسور لي سميتو ستاتيستيك. اما الا كليكيت على انجستري سو يقدر نبدلو البلاصه و نبدلو بصح لو نو.